استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الخيريه وشؤون الشباب، رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه، سعاده السيد هيديكي ايتو سفير اليابان لدى مملكه البحرين، بمناسبه تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في المملكه، واشاد سموه بالتوجهات المشتركه التي تجمع البلدين، معربا سموه عن سعادته بحجم التعاون والتنسيق مع اليابان خاصه الرياضية منها من جهة عربة سفير الياباني عن خالص شكره وتقديره لسموه مشيدا بالانجازات في البحرين في ظل المسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك المفدى